يقول لك نوع من التكاثر يتم عن طريق فردين مختلفين ذكر وانثى، ده التكاثر الجنسي. رقم 2 غدتان بيضاويتان الشكل وظيفتهما انتاج الامشاج المذكره، ديت الخصيتان. رقم 3 كيس جلدي بداخلي الخصيتان يتدلى بين الفخذين خارج تجوف الجسم، ده كيس الصف. رقم 4 انابيب كثيره الالتواء تتصل بالخصيتين يتم فيها استكمال نضج وتخزين الحيوانات المنويه، طالما استكمال نضج وتخزين يبقى على طول ده البربخ. رقم 5 سائل قاعدي يتكون من افرازات الغدد الملحقه بالجهاز التناسلي الذكري على الحيوانات المنويه، ده السائل المنوي. رقم 6 غدتان كل منهما في حجم اللوزه المقشوره يقع اسفل التجويف البطني من الجهه الظهريه، دول المبيضان. رقم 7 قناه انبوبيه مهدبه من الداخل تبدا بفتح قمعيه ذات ازاز اصبعين، دي قناه فالوب. رقم 8 عملية يقوم فيها المبيضان بالتناوب بإنتاج بويضة كل 28 يوم، ديت عملية التبويض. رقم 9 السن الذي يتوقف عنده إنتاج البويضات من المبيضين في الإناث، ده سن اليأس. رقم 10 عضو تناسلي أجوف قمصري الشكل يتم فيه تكوين ونمو الجنين، ده كده طالما قال لك قمصري الشكل ده الرحم. رقم 11 أنبوب عضلي يمتد من عنق الرحم وينتهي بالفتحة التناسلية، ده المهبل. طيب نكمل. طيب عندي بعد كده يقول لك أكمل العبارات الآتية. رقم 1 يتميز التكاثر نقط بأن الأفراد الناتجة عنه تحمل صفات مشتركة من الأبوين، صفات مشتركة من الأبوين هتبقى على طول ده التكاثر الجنسي، بينما يتميز التكاثر نقط بأن الأفراد الناتجة عنه تكون نسخة طبق الأصل من الفرد الأول، ده التكاثر لا جنسي. عندي بعد كده رقم 2 وظيفة الخصيتين إنتاج هنقوله الحيوانات المنوية وإفراز هرمون الذكور اللي هو هرمون التستوستيرون. طيب نكمل مع بعض. عندي بعد كده يقوم الوعاء الناقل بنقل نقط من نقط الى القناة البولية التناسلية، الوعاء الناقل بينقل الحيوانات المنوية من الخصية الى القناة البولية التناسلية. عندي بعد كده رقم 4 يتصل بالجهاز التناسلي في ذكر الانسان 3 انواع من الغدد الملحقة، هي الغدد الملحقة هي الحويصلة المنوية والبروستاتا وغدتها كوبر. رقم 5 هرمون نقط والمسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية لأنثى الإنسان، ده هرمون الاستروجين، بينما هرمون نقط والمسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية لذكر الإنسان، ده هرمون التستوستيرون. عندي بعد كده رقم 6 يجي يقول لك يقع المبيضان نقط التجويف البطني للأنثى، هنقول له أسفل التجويف البطني من الجهة الظهرية بينما تقع الخصيتان في كيس الصفر خارج تجويف الجسم. رقم 7 الأمشاج المذكرة في الإنسان هي الحيوان المنوي بينما الأمشاج المؤنثة هي البويضة. من مظاهر البلوغ في الأنثى نمو ونعومة الصوت وتراكم الدهون في بعض أجزاء الجسم وظهور نقط في بعض مناطق الجسم. عندي بعد كده رقم 9 هرمون التستوستيرون تفرزه نقط تفرزه الخصيتان بينما هرمون الاستروجين يفرزه، هنقول له المبيض. رقم 10 يجي يقول لك تبدأ الدورة الشهرية من سن 11 سنة اللي هو سن البلوغ، من سن البلوغ الذي يتراوح بين 11 إلى 14 سنة وتوقف عند سن اليأس الذي يتراوح من 45 إلى 55 سنة. رقم 11 يقع الرحم داخل تجويف عظام، هنقول له الحوض بين المثانة والمستقيم. رقم 12 يجي يقول لك تتكون المادة الوراثية في الإنسان من عدد من نقط التي تحمل نقط المسؤولة عن ظهور الصفات الوراثية، بعدد من الكروموسومات التي تحمل الجينات المسؤول عن ظهور الصفات الوراثية. رقم 13 يتكون الحيوان المنوي من رأس وقطعة وسطى وذيل. رقم 14 نقط خلية ساكنة البويضة في حجم حبة سمسم بينما نقط غدة في حجم اللوزة المقشورة، ده كده المبيض. عندي بعد كده رقم 15 يجي يقول لك يحتوي نقط بالبويضة على غذاء مخزن السيتوبلازم بينما يحتوي نقط بالحيوان المنوي على نصف المادة الوراثية النواة. عندي بعد كده وطبعا النواة دي موجودة في الرأس. عندي بعد كده رقم 16 تنتج أنثى الإنسان بويضة واحدة ناضجة في اليوم 14 من بدء الطمس اللي هي بدء الدورة. رقم 17 يتكون الزيجوت نتيجة اندماج مشيج مذكر حيوان منوي مع مشيج مؤنث اللي هي بويضة، تكون ازاي. طيب نكمل. طيب عندي بعد كده رقم 18 تسمى الفترة بين عملية الإخصاب والولادة بفترة الحمل والتي تستغرق 9 أشهر. من أمراض الجهاز التناسلي في الإنسان عندك الزهري، عندك السيلان، مرض حمى النفاس تسببه بكتيريا كروية الشكل بينما مرض الزهري تسببه بكتيريا نقول له حلزونية الشكل. رقم 21 من أعراض مرض نقط خروج إفرازات كرية الرائحة مصدرها الرحم، طبعا مرض حمى النفاس، بينما من أعراض مرض نقط ظهور قرحة صلبة غير مؤلمة في المهبل مرض الزهري.
رقم 22، ظهور طفح جلدي نحاسي اللون على كل من يد وظهر المريض من أعراض مرض الزهري. عندي بعد كده رقم 23، من مضاعفات مرض الزهري تلف المخ والإصابة بأورام في مناطق متفرقة من الجسم. رقم 24، يؤدي التدخين والإدمان إلى تقليل إفراز نقط عند الذكور هرمون التستيرون وموت نقط عند الإناث، موت الأجنة عند الإناث. طيب نكمل. طيب عندي بعد كده يقول لك اختر الإجابة الصحيحة. رقم 1، تنتج الأنثى البالغة حوالي نقط بويضة في 3 سنوات بفرض عدم حدوث حمل. طيب بالراحة كده، وانت عندك أصلا، بص كده معايا، انت عندك الـ الأنثى بتنتج ايه؟ بتنتج بويضة كل 28 يوم، صح كده؟ طيب عندك بقى يعني في السنة كام؟ انت عندك السنة بتساوي فيها 365 يوم تقريبا، يعني ربع يوم. تمام، يبقى انا اعمل ايه؟ انا عايز عدد البويضات في السنة الاول، يبقى نقول له بقى نقسم، يبقى هنا عدد البويضات في السنة بيساوي 365 يوم هقسمهم على 28 يوم، اقسمهم كده بالآلة الحاسبة، اقول له 365 على 28، اللي هو هيديك كام؟ هيديك 13، ماشي؟ هيديك 13، وجنبها طبعا ارقام كتير كده، انت هتاخد ال 13 اللي هي قبل العلامة العشرية، ده العدد الصحيح، يبقى 13، 13 بويضة، يعني هي في السنة بتفرز 13 بويضة. طب هو هنا مش عايز في سنة بقى، هو هنا عايز في 3 سنين، يبقى العدد اللي يطلع لك في السنة اضربه في 3، يبقى نقول له بقى عدد البويضات في 3 سنوات هتساوي، نقول له 3 في عدد البويضات اللي بتفرزها في سنة اللي هي 13، قول له 3 في 13، 3 في 13 اللي هو هيديك 39، هيديك 39 بويضة. يبقى اذا الست بتفرز في 3 سنين 39 ايه؟ بويضة. في هنا 39، نبص كده 12 13 36 39، ايوه الاجابة هتبقى 39. طيب نكمل. طيب عندي بعد كده، يشترك الحيوان المنوي صغير الحجم مع البويضة كبيرة الحجم في تكوين المادة الوراثية والصفات الوراثية بنسبة 1:2 ولا 1:1 ولا 2:1 ولا 1:4. طبعا هو الحيوان المنوي زيه زي البويضة، الحيوان المنوي فيه نص المادة والبويضة فيها نص المادة، يبقى إذا وهما بيشاركوا في تكوين المادة الوراثية هتبقى النسبة متساوية، يبقى هتبقى 1:1، 1:1. الإجابة رقم ب. عندي بعد كده، ضع علامة صح أم خطأ وإعادة تصويب العبارة. رقم 1، تكون الحيوانات المنوية كاملة النضج عند خروجها من الخصيتين. طبعا الكلام ده غلط، مش عند خروجها من الخصيتين، هي بتكون كاملة النضج عند خروجها من البربخ، لان هي بتخرج من الخصيتين غير كاملة النضج، وبتكمل استكمال نضجها وتخزينها في البربخ. يبقى اذا بتخرج بقى كاملة النضج امتى؟ عند خروجها من البربخ مش الخصيتين. تمام. طيب عندي بعد كده رقم 2، تحتوي البويضة المخصبة على نفس عدد كروموسومات البويضة الناضجة. البويضة المخصبة احنا اتفقنا، في عندك اللقاحة هي نفسها البويضة المخصبة، هي نفسها الزيجوت، بتحتوي على نفس عدد الكروموسومات البويضة الناضجة. البويضة الناضجة دي اللي هي مستر البويضة العادية، البويضة العادية فيها نص العدد، أما البويضة المخصبة فيها العدد الكامل. يبقى إذا البويضة المخصبة يكون فيها نفس العدد اللي في البويضة العادية؟ لا طبعا، هيكون فيها ضعف العدد مش نص العدد، يبقى إذا نفس دي غلط، هتبقى ضعف عدد الكروموسومات. طيب عندي بعد كده يجي يقول لك في الشكل المقابل، مديك شكلنا اهوت، بيقول لك يؤدي كل من نقط وظيفتان متماثلتان لعملية التكاثر الجنسي. بيؤدوا وظيفتان متماثلتان لعملية التكاثر الجنسي، 1 و6، 1 ده اللي هو قناة فالوب هنا، و6 اللي هو الوعاء الناقل هنا، ولا 2 و9، 2 اللي هو المبيض، وهنا 9 اللي هو القناة البولية التناسلية. لا مفيش علاقة بين المبيض والقناة البولية التناسلية. طب هنا 3 و5، 3 ده اللي هو جدار الرحم، عضلات الرحم، وهنا 5 اللي هو الحويصلة المناوية، غدة البروستاتا، لا مفيش برضو علاقة بينهم. 4 و7، 4 هنا عنق الرحم، وهنا 7 اللي هي البربخ الخصية، برضو مفيش علاقة بينهم. يبقى إذا الوحدة 1 و6، 1 و6 صح، 1 و6، الإجابة هتبقى 1 و6. 1 اللي هي قناة فالوب دي بتنقل البويضة، بتنقلها للرحم، و6
اللي هو هنا الوعاء الناقل بينقل الحيوانات المنويه يوديها الى القناه البوليه التناسليه. يبقى هنا ده بينقل وده بينقل، قناه فالوب بتنقل البويضه اما الوعاء الناقل بينقل الحيوانات المنويه. يبقى هنا وظيفتهم متماثله. اه يبقى 1 و6. طيب عندي بعد كده يجي يقول لك يؤدي الجزء 2، يؤدي الجزء 2 وظيفه تمثل الجزء نقط في عمليه التكاثر. الجزء 2 ده اللي هو فين؟ اللي هو ده المبيض، بيأدي وظيفة تماثل الجزء ايه في عملية التكاثر؟ المبيض بيفرز بيضات، يبقى مين اللي شكله 5؟ 5 ديت اللي هي البروستاتا، لا 7، 7 ديت اللي هي الخصية بتفرز حيوانات منوية. اه يبقى اذا بيأدي وظيفة تمثل الجزء رقم 7 اللي هي الخصية، يبقى المبيض في المرأة بيمثل الخصية في الرجل. علل احتواء الحيوان المنوي على 23 كروموسوم، هقول له لا، نتيجة لتكون أو ليستطيع تكوين الزيجوت الذي يحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات وهي 46 كروموسوم. عندي بعد كده رقم 24، ماذا يحدث إذا أنتج المبيض هرمون التستوستيرون بدلا من هرمون الأستروجين؟ المبيض في الحالة دي لو أنتج التستوستيرون بدلا من الأستروجين هتظهر على الأنثى المظاهر الجنسية الثانوية في الذكر وليست المظاهر الجنسية الثانوية في الأنثى. خلاص ماشي كده؟ طب وفي الحالة ده هيحصل خلل بقى. طيب يبقى نقف لحد هنا عشان ما نطولش وقت الفيديو، استنونا ان شاء الله في حل بقى المحافظات. احنا كده خلصنا مراجعه على دروس المنهج كاملا، اللي عايز اي حاجه في اي درس ارجع للقناه تاني لارشيف القناه ودور، هتلاقينا حلين كل تدريبات الدروس كامله ترم اول وترم تاني. وان شاء الله بقى كده احنا بما اننا خلصنا سلسله مراجعات الدروس، ان شاء الله الايام اللي جايه هنبدا بقى حل المحافظات والمراجعات النهائيه بقى. فاستنونا وما تنسوش تضغطوا لايك الفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد نرفعه. كان معكم مستر ابراهيم السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.